السلام عليكم. في شيء وايد مهم، وايد أسئلة تيني أو مواضيع تيني أتكلم عنها، بس كل مرة بختار واحد وبتكلم عنه. وايد أسئلة تيني، وأنا من تكلها تسافر وتقابل ناس وتروح محاضرات ومؤتمرات، ليش كله تطلع الزين وما تنتقد؟ قبل أجاوبكم خل أقول لكم شيء عني. أنا لحد الآن طفل، مو بصحفي ولا ناقد ولا يعني. أنا من الله خلقني أو من أول ما ولدت أشوف كل شيء حلو، كل شيء جميل. هذه نعمة الله حطها فيني، وأكيد أهلي لهم دور زرعوا هالشي فيني. عشان كذي أحس أني تصالحت مع نفسي، أحس أني تصالحت مع جسمي، أحس أني تصالحت مع الناس. اسمحوا لي بروح الصلاة أول شيء وبعدين بكمل لكم. بالرغم كل هالصعوبات اللي واجهتها أنا وأهلي من صغري، للعلم ليحن قاعد نواجهها حتى لو تشوفوني أضحك وابتسم، والحمد لله كل ما لها تزيد مع تقدمي في السن. تدرون من أنا كنت صغير كانت أمي أي صعوبة أو أي صدمة أو من المجتمع أو من الأشخاص كانت تمتصها عشان تحميني. كانت أمي تتحمل وايد عشاني، وكانت تشاركني فيها يعني تكلمني عنها. أول شيء كانت أمي تقول لي إيجابية الصعوبة أو المشكلة، وكانت تعدد لي اياهم قبل كل شيء. كانت تخليني اتقبلها، وبعدين كانت تقول لي سلبياتها وشلون اتخطاها. تدرون اي مشكله اواجهها كانت امي تطلع لي ايجابياتها اكثر من سلبياتها، شلون ما ادري. وهالشيء خلاني اشوف كل شيء حلو حتى لو كان صعب او شيء. حتى في تعاملي مع الاشخاص اللي قدامي، في بعضهم يعاملوني زين، في بعضهم لا ما يعاملوني. حتى لو هالأشخاص ما عاملوني زين، أنا شلون أتعامل وياهم؟ صدقوني أنا أتعامل وياهم بديني وأخلاقي وتربيتي. عمري ما عصبت، عمري ما شلت في قلبي، كل شيء طالعه جميل. عشان كذي أنتوا تشوفون في الإنستغرام وفي السناب شات أنقل لكم كل شيء جميل وحلو، واللي مو بحلو هاي مو بشغلي. صدقوني كل اللي تشوفونه في إنستغرامي في سنابي كل شيء حلو، لأن أنا في داخلي حلو، أنا طالعة حلو. حتى لو تشوفوني أمدح أشخاص أو أماكن مو بني أجاملهم، هاي اللي أشوفه. حتى لو قعدتوا مع شخص مو بزين لا تحكمون عليه، أكيد في شيء في داخله حلو. أشوفكم تتكلمون عنه بكل حب واحترام، يمكن هالشيء يغيره حتى لو هو مو بزين. لا يمكن هالشيء يغيره، يقول لا والله ما دام الناس يقول لما الناس يشوفوني كذي أكيد أنا زين، بس أنا ما حاسب نفسي. تقول لازم أنا أغير نفسي للأفضل، وأنت تكون سبب اللي غيرت الشخص لما تتكلم عنه بكل حب واحترام وتقدير. كل بلاد وكل مجتمع وكل الناس فيهم شيء زين واللي مو بزين، وحتى لو شخص غلط في ربي حاسم مو بنتو تحاسبونه، في قانون بياخذ حقكم مو بنتو تاخذونه بيدكم، وإذا القانون ما أخذ حقكم في رب العباد بياخذ حقكم. ومثل ما قلت انتوا خذوا زين واتركوا شيء، مثل ما شايفين شنو السوشيال ميديا والإعلام ينقلونا، ينقلونا الحروب أو الهواش بين الدول والأشخاص والفضايح والتطنز على بعض التعليقات السيئة، وركبون مقاطع مضحكة مع أن بعضها فيها استهزاء بديننا بعروبتنا بأخلاقنا وبقيمنا. الرجال يغلد المرأة والمرأة تغلد الرجال، حتى لو كانت مقاطع مضحكة أو تمثيل. بعضهم للأسف يسوون كل الأشياء عشان يشتهرون ويلهم متابعين وايد. الشيء صار ينقل لنا 24 ساعة في يدنا في تليفوناتنا، أن الزين موجود أكثر من الشين، بس للأسف يعني ما حد قاعد ينقل لنا هالأشياء. وايد ينقلون هالشيء الزين، بس للأسف ما عندهم متابعين وايد. وجواب اللي سألني ليش يا غانم كلها تنقل الأشياء الزينة، تنتقد لا شخص ولا مكان، وأنا أقول له أنا مو بحكيم أو ناقد ولا قاعدة أتفلسف، أنا غانم جسم صغير وقلب كبير ويحب كل شيء. حسابي أنقل لكم الشيء حلو والزين، لأن هاي اللي أشوفه قدامي، سواء كان في مكان أو حتى مع الحيوان يعني مثل نفيشو. وأعبر عن حبي واحترامي وتقديري لكل إنسان ألتقوية. وكان الشخص يختلف معاي في دينه أو توجهاته أو جنسيته أو مذهبه، ما دام يحترم ديني ويحترمني كإنسان.
ومع السلامة، خلصنا موضوعنا اليوم، وكل مرة بجاوب على أسئلة أو قولوا لي مواضيع وأنا إن شاء الله بتكلم عنها.